دكتور احكي لي عن نوعيات الفيلر. زي ما حكيت لك احنا راح نشتغل بفيلرز ريبنيس، بس ريبنيس انواع حسب المكان اللي بنحكم فيه بالوجه. هو ثلاث انواع، في شيء اسمه ريبنيس الترا، في ريبنيس كونتور، وفي كس. فاذا بدنا نحكي عن فيلرز للشفايف فخيارنا بيكون الكس، اذا بدنا نحكي عن منطقه الخد او منطقه الفك او منطقه الدقن فاحنا بنحكي بدنا فيلرز قوي زي الكونتور، واذا بنحكي عن مناطق ناعمه زي المنطقه اللي راح نشتغلها اليوم عند الكشره او تحت العين حوالين العين خيارنا الالترا. ريفينيس شو بيميز هذا الفيلر عن غير؟ ريفينيس هو زي ما حكيت لكم فيلرز كندي، حاصل على موافقه هيئه الغذاء والدواء، هو واحد من خمس انواع فيلرز العالم موافق عليها من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، فهو شيء كثير ممتاز وكثير امن ورح تاخذ نتائج كثير طبيعيه وتدوم لفتره اطول من الطبيعي ان شاء الله. وإن شاء الله هيك النتائج تكون مبهرة ومبدئياً مبين يعني، بس أنا شوي جبان يعني ما تقلقي، بس بده شوية وقت وبكون كل شيء تمام إن شاء الله. هلا الفيلر بيأثر على الصوت ولا؟ هاتي سمعينا إيش خلينا نشوف، بس استني قبل ما تسمعينا بدي إشي أهدي له مرتي. شو شو بتحبه أهدي؟ اللي بدك إياه على زوجك. شو بدنا نقول؟ يلا. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى، يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة، وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال، وهو العمر فيه كم يوم وانا بعدك علي طالي يا ناسين، وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني، ريحني واطف على حالي وارحمني من كتر ذنوني، لا عدي بيه النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني يا سهرني. نلخص لكم بالضبط شو اللي عملناه مع نداء. اول شيء حقنا منطقه الاصداغ في المنطقه هذه بالفيلرز، استخدمنا فيلرز الكونتور اللي هو فيلرز اللي بيكون ثيك وعشان يعبي المنطقه هذه ويوسع لي فتحه العين. ثاني شيء عملنا منطقه الكشره، في عندها التجعيد اللي هو الحافر ما بيروح باستخدام البوتوكس، هذا بده حقن فيلرز، فاستخدمنا فيلرز خلينا نحكي ناعم نوعا ما في المنطقة هذه لأنه منطقة فيها شرايين رئيسية، فاستخدمنا فيلرز الريبنيس الترا. النتائج بتبين مباشرة، لكن تقريبا بدنا أسبوع حتى نشوف النتيجة كاملة.